السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين فيه العافية، مستمرين معاكم ومع خالد وأكلاتها الطيبة. هلا فيكم خالد. يا مرحبا. طبعا السؤال اللي كل يوم أسألك، شو أخبار رمضان معك؟ والله الحمد لله يا أمك، الحمد لله. شنهي أمس، شنهي كانت أطباقك، شنهو كان سحوركم؟ والله سحورنا أمس خربطين خبرة البنيات، مكرونية بالبشاميل وعيش مدلل، الأكلات الشعب، أكلات اللي حين جاية، الأطباق يعني الجديدة، مو بأكلاتنا إحنا اللي الشعبية. وش اسمه اليوم، شو مسويت لنا؟ اليوم بنسوي لكم إن شاء الله مطفي، سمك شنعد وفالودة باردة. فالودة؟ إي فالودة أنا أقراها في المنيو مال المطاعم الإيرانية. هي كلمة إيرانية، هي مسماها إيرانية، بس فالودتهم هي عبارة عن يحطون تحت محلبية وبلاليط ويحطون عليها ألوان، هي ويصبون أظن عليها، هذه هي تصير الفالودة. هاي فالودة إيران؟ إيه، لكن هو الفالودة عبارة عن ذاك عشب بحري، ترى هاي للمعلومات يعني، يمكن الناس ما تعرفه، وهو من شرق آسيا، الصين و اندونيسيا والفلبين، وهو والناس الاولين يسمونه الخوص. الخوص؟ الخوص يعني عشان شكله يعني، ولا على ايه؟ هو قش، لكن احنا اهلنا الاولين سموا الخوص، ايه، يبونه ويجهزونه وسميناها احنا فالودات، لكن فالوداتنا المسمى ايراني، واحنا خذنا، بس فالوداتنا احنا تختلف وفالودات ايران تختلف. يعني احنا اخذنا الفكره والاسم من ايران وسهلناها احنا. اي 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 يعطيك العافيه. الله يعافيك. عيل اقول حق المشاهدين مقادير مطفي السمك ومقادير الفالوده. مقادير مطفي السمك، سمك شنعد، 8 بصلات، 3 حبات طماطم، صلصه طماطم، فلفل بارد، كزبرة، ثوم مع زنجبيل مفروم، 4 حبات لومي أسود، صبار، شبت، دارسين، ملح، إبزار مخلوط، كركم وكمون وعيش. الحين نقول مكونات الفالودة. عندنا الفالودة وحليب طازج، سكر طبعاً حسب الرغبة، وملونات وماي ورد وفستق. نبتدي الحين طبعاً في المطفي. إيمي، بس أولنا بنحط جدر العيش إن شاء الله. أولع الفرن؟ إيه، ولع الفرن. على هذي؟ إيمي. الحين العيش؟ لا، حطينا ماي الله يسلمك. الماي نحطه يطبخ صح؟ اي. ولعي لنا هذي بديتك عشان ان نبتدي نجهز حق صالوناتنا. زين، هذه ماي بس من غير بس ولا شيء؟ اي خولي ماي. نحطه بس يطبخ؟ اي نحطه يطبخ امي عشان نملحه. زين. وهذه ولعناها؟ اي اعطيني امي الحين مال جدرنا. هذه؟ اي امي. يعطيك العافية. الله يعافيك. الحين شو اسوي؟ الحين شو تسوين يا طويلة العمر؟ طولي لنا ملوسنا اول. اكو ملوسنا علق. هاي ملوسنا. شو اسوي؟ شو اجيب لك؟ قولي. اعطينا بصلنا. بصلنا، اشوف البصل وايد. اي المطفي حالاته بصل وايد، وفي تقطعين لها كم من حبة كباء كذي عدلة تطلع حلو. وليش الحبات العدلة؟ حلو يعني يعطي منظرها. زين ما حطينا زيت يما؟ لا صبري شوي يما، خلي تحمى وبنحط الزيت إن شاء الله، خلي تحمى شوي عندنا. أنا استغربت من الصبار، شو نسوي فيه؟ الصبار يما أنا منقعة فيه، وبعدين بنمرده بنحاول بالملاس وبس، وبنمرق بالجدرنا اللي عندنا. عشان شنو؟ ايش فايدته؟ يعطي صالونه السمك المطفي يعطي حموضه، له شيء طعم حلو يعني. يعني مثل اللومي الاسود شيء؟ اي مثل اللومي الاسود، بس هو حلو يعني يعطيها خثار، يعطيها حموضه. هاي صحن عشان الملاس؟ اي ما تحطين في الملاس؟ على 9. اي والله بيحمى.
يعني من زمان كانوا يحطون بعد لومي أسود في ال. إيه ما يحطون اللومي الأسود ويحطون الصبار. الصبار. إيه. أنا قصدي الصبار. شفته مع. وتمر هندي ترى على فكرة يعني اللي ما يعرفه يما. إيه هو نفسه هاي مربعات. إيه وهذه. إيه وهذه تمر هندي. وتاخذينه تنقعينه في ماء. أنقع في الماء بس عقب بحركه بالملاس عاد إحنا هناك في بيوتنا نمردة. إنزين وهذه الأشياء اللي في هاي و... هذه كلها حين بنشخلها هني بالملاس. إيه؟ بنشيله يما وأبدأ تطلع الصمت. يعني نشخل الماء ناخذ الماء بس الماء ناخذه إيه يما ما نحطه معاه ما سخن؟ لا لا بدأ يسخن. إيه إن شاء الله الحين لو حطه بيما هاي كم بصلة؟ وايد أحس ثمان بصلة. إيه الحين لو حطه كان من زمان تشلشل. وحطيتي واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة على حسب أمي ما يعني إن لازم إن ذي أنت تبين أربع تبين ثلاث تبين خمس إذا فايدتهم الكبار قلتي لي ولا رشيتيهم على العيش حلوين إيه تزين يعني إيه مو بتزين حلوين يعني حل شكلهم حلو وإحنا نرشهم على العيش في ناس تحب ثوم إيه هل بنحب ثوم لازم بنحط الثوم نحطه في مرقه وفي مطفي. ايه شو الفرق؟ الفرق ما المرقه تنشرب يشربونها الاوليين، المطفي يشربونه بس والله يقول لك نبي مرقه اليوم زايدين لنا المرقه. مرقه يعني شو؟ مرقه لحم، مرقه سمك، مرقه بعد يستعملون مرقه السمك؟ اي يسوون يمك مرقه ويسوونها مطفي، المطفي هيك خاطر يعني. ما هيك طارق مثل المرقة هيك طارقة يعني خفيفة خفيفة اي يسمونها مرقة الحين اعطي لنا زيتنا يما انت كل مرة تحطي احط وتقولين حطي يما كل مرة وهي كل مرة انسى ان شاء الله اللي من هالامارات تشوفنا اليوم قولي لي بس يعني شلون نعرف كمية الزيت؟ في ناس ما تعرف تكيل والله يما تشوفي يعني الواحد الكاذبة خيبة احنا كله بالنظر عمرنا ما حطينا مغادير يعني الأوليين بنظرهم ترى يعينون للقيمات يعينون الخبز نسووا المكبوس نسووا الصالونة بس بالنظر تعرف بالنظر حتى الخنفروش نسوي بنظرنا إيه حتى أنا لقيت أتعلم الطباخ من المي كانت تسوي كذي إيه؟ قلت لها إنزين عطيني يعني عطيني قفشة قفشتين إيه بس الأولين يمك ما عندهم لا مقادير ولا شيء يا تن كانت بتخبز لها خبز رقاق حطت الكمية اللي هي تبيها ومردت لها هالتمرة مرستة وخبزتها وكان تبي بعد الخبز قرص الطابي حطت البيض يعني ما عندهم الأولين لا مقادير لكن سبحان الله يطلع حلوة أيوة يطلع أحلى من الحين يطلع إيش حلوة الحين البصل بتخلينا على الزيت لين متى لين يحمي ما بس ياخذ له لون عشان يعطي حلو اللون له صار البصل حمر حمر كذي إيه يطلع وايد حلو وحتى وانت تحمسينه تنومسين عليه على ما يقولون طلع البصل حمر وكذي انت تستانسين اللي طلع البصل الاوليا قال لي البصل اللي ابيض مبحلق بعد مبحلق الاوليا صاقوا قلتوا مبحلق ايه الشياب الاوليا كل شيء ينقدون عليه وكل شيء يقولون عليه يحبون أمر. الشيء متقن ايه في ناس تحط سكر على البصل عشان يعني يتغير لونه بسرعه صح ما ادري يا امك والله هذه ما عندي انا منها يعني كان طباخ العين طباخ الحديث يمكن انزين بالنسبه حق العيش اللي بنسويه مع مع المطفي وشو عيش ابيض عادي اي بس بنحط الملح ما بنكت عليه العيش وبنشخله وبنخليه ترسه شوي ليه دخان بس خلاص عرفنا ان هذه عيش نستوى ما طبخ الماي لا ما طبخ لا ما طبخ الماء يمكن اللي فريناها شيء احسن يعني تعرفين على وشك اي لا ليه بعدين شوي استوى اي انزين وما ينوكل مع المطفي هاي ما ينوكل مع العيش اللي هو البرنيوش ليش؟ اللي هو العيش لا حلو حلو عادي اي
حلو البرانيوش، تاكلين مع الصالونه، تاكلين مع زود حلو غايه المطفي والبرانيوش بعد ما يحتاج. انا فكرت مع المقلي بس ولا المشوي؟ لا لا، البرانيوش حلو مع المطفي، حلو مع حتى القشيد مع البرانيوش حلو. وشو القشيد؟ اللي هو اليراير، بنسويه ان شاء الله في الحلقه، بنراوي بناتنا. انا بعد بشوف ما اعرف. إيه بعد حلو سمك المقلي. نسوي مطفينا على تنعد. تنعد التنعد هو حلو يعني. تختارينه حلو. سمعتنا احنا حلو. زين ما يصير نسوي على هامور مثلا؟ بلا، يصير على هامور، يصير على شعري. بس احنا سمعتنا ما شاء الله هني عندنا، عندك الصافي حلو عليه. الصافي حلو في كل شيء. في كل شيء، بس المطفي مو يعني مو بلين هنا. لكن احنا صافينا صافي عاد، صافي قطع ما يحتاج. أقطع لك شي مشهد؟ لا يما. عقب البصل شو تحطين؟ الحين ما خلي شوي بس ياخذ لونه. أبي أحز لك. عادة تحطين الثوم صح؟ إي بس خلي أقطيه عشان شوي ياخذ له لون. أعطيني الثوم أمي وأعطيني الفلفل الكبار. الفلفل الأخضر هذه؟ إي الكبار. ما تبي تقطعينه أصغر؟ لا بزين كذي. الفلفل شويه؟ لا بس زين يعني زين، هي تعطيه بس ريحه. اللي يحب عقب يحط له وهو العين. ايه هي تزلق هذه. تحرك. اعطينا احنا امي الطماط ونبي بس واحده تقصينها لنا زياده ان شاء الله. اقطعها لك شي كبار ولا صغار؟ ايه كبار امي، بس قصصي واحده. مشاهدي قصصي هذه، خلي هذيك. هذه بنقصها عقب أربع أجزاء بنحطها في الصالونة. معليش سموحة يما، بقص باليسار. لا ما علينا. خلي أنا أقطع. لا لا بقطع. خلي أقطع يما خلاص. لا تقطعينه، خلي. خلاص قطعته. لان تعرفين اذا قصيتها باليمين يمكن اقص يدي معاها، فباليسار مو مشكله، بناولك اياها باليمين. بس ياخذ لون البصل عشان اللي حطينا عليه هذي اللي هو ماخذ لون يعطي الصالونه لون حلو. احط الطماط فوقه؟ اي حطي. اصبري نشيل دي عنك. هذه ما تنضى، بقصها اللي فيها الروس ما تنضى. هاي صوالين الاول، هي على الاول. هلا صوالين الاول. اي غير صوالين اهلنا. اي اكلهم الاول كله سمك كحي. اهلنا الاول يروح الريال البيت السوق ويجيب لي دوم في نفس اليوم. كله فرش. لا ما في ثلاجات عندنا. شوفي خط العين هنا، هي يكون احسن لك لانها تزلق يمك. نحطها على النار الماي طبخ؟ لا جيب الماي هنا خلينا نبدله عشان هاي تعب. ابدل الماي اوديه هناك ويبدي هنا؟ بتبدلينه؟ يبدلي عشان خلي نخلص صالوناتنا. سحبي بس سحب. هاي العين كانها احر صح؟ ايه والله كلها يا امك. هذه الافران ما تعطيك مثل النار، غير النار تعطيك نتائج يعني. اي نار تقصدين؟ الشوله؟ كان التؤله وين التؤل يا امك. يزينها في ترى تنباع. يزينها الصبح اللي قمنا عليها تحن. يزينها. اعطيني هذي ثوم اول ولا؟ ايه
تسمعين صوتك تستانسين عليها وش في الأذون. يلا ما عطينا حين شعطيك عطينا أمي طماطنا خلنا نحطها ونبتدي بهاراتنا. حبينا نقطع كل شيء كبار عشان اللي حطيناه على العيش يطلع لونه حلو يطلع شكله لا طعم. شنو هي بهاراتنا يما اللي قلتي بتحطينها؟ نحط امي الابزار. وضعت لحظه هاي الابزار صح؟ اي امي تفضلي. الابزار ترى على حسب حد يحبها حاره حد يحبها لا. يعني الابزار يعطي حروره؟ اي اكيد يا امي تشوي فلفل لازم بيعطي حروره. حد يحبها اعطيني امي السنوت. هاي السنوت؟ ايه اعطيني امي لي ذاك الكزبه الليمون الاسود والدارسين الحين. ما تبين الكركم وال لا اعطيني اول اللومي الاسود. اللومي الاسود. بس اعطيني امي الحين الكزبره الناشفه اليلا. البودره. ايوه. هذه كزبرة. إيه اليلان. إيه اليلان. أعطيني الحين عود دارسين أمي والفلفل الأسود. بس. في تحتها هيل ترى. لا هيل بس. هيل. ما بي حلو. طبعا نذكر المشاهدين ان الارقام اللي اسفل الشاشه هي للتواصل معنا اذا كان في اي استفسار حق ام خالد او عن طبق من الاطباق اللي سوتها او اللي بتسويها ان شاء الله او اللي حابين يتعرفون عليها. ونطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم مطفي السمك. صارت طبختنا يما؟ هذا احنا شغله بس الحين نبيها الله يسلمك شوي الكركم. كركم ان شاء الله. والملح. الكركم ما نكثر يعني وايد. ذرة؟ اي بس يعطيها شوي لون يعني بس. هاي ذرة امي. احنا ذرتنا غير. اعطيني الحين امي الملح. الملح. تفضلي. شن اوطي عليه؟ اي وطيت انا عليه شويه. معنا ام عبد الله. الو السلام عليكم. اعطيني الجلجلان. السلام عليكم. الو السلام عليكم حبيبتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك عليكم. علينا وعليك. شو اخبارك انت؟ والله شخبارك. الحمد لله. شو اخباركم انت؟ الحمد لله. الله يسلمكم. والله بغيت اسال ام خالد عن شلون يسوون الدهن القطري. ام خالد معك. ان شاء الله امي. الدهنه القطريه الله يسلمك عندنا نوعين. نوع الله يسلمك اللي هو دهن بقر اللي احنا نسميه دهن القطري. اي نعم. والنوع الثاني امي اللي هو دهن الخالدي اللي هو من الغنم. نعم. دهن الخالدي يشتهرون به اهل السعوديه. لكن احنا نحبه بعد على العيش الابيض. والدهنه القطريه اما تاخذينها الاول يمعون الزبد امي. وتحطينها في جدرج. اي نعم. وبعدين امي تاخذين لها قليل فنيال اميها وتصبينها عشان ما تحترق. أيوة. ولين كلش اما تاخذين عندك عيش تنهنهينه ما حلوه. اي نعم. وتكتينها في امي وشويه كركم وحبتين هيل وتحطينها يما وتقصرين عليها لين مول تشوفينها
يسمونها الاولين تقمش تطلع مثل الكوار يسمونها بدات دهناتنا الحين تقمش. ليه قمشت يما؟ عندك تمرتين قطيها فيه نحط بعدها ما في اي تحبين تحطين تمره تطلع بعد حلوه ولذيذه وبعدين أيه. اخر شيء اللي زليت الدهن بتطلع عندك شيء يسمونه الاطلاعه يطلع الاطلاعه هذه ما تاكلينها مع التمر مع العيش كله حلو ايه شاكرين لك ام عبد الله. قبل لا انسى شنو هي الاطلاعه؟ الاطلاعه هي بقايا الدهن تطلع كذي كانها يعني تكون فوق على لا لا تحت صفى الدهن وكتيتي حطيتي في الدباب طلعت شيء مثل الاطلاعه يعني شيء ثقيل تحت؟ شيء ثقيل كنا شفتي نوع العصيده كذي كذي نفسه تقريبا هي تاكلينها مع التمره ويا مع حلوه. اعطيني محل صبار عشان عقب نحط صلصه يعني ما تبين الصلصه؟ لا عقب امي تبين الصبار قلتي؟ يما انزل الماي اللي فيه يما؟ لا ولا؟ لا ابي إيه؟ عشان امرد امي كنت بخرب لك الطبخه هذه الصبار انا هاي نقعتي الحين ايش كثر صار نقعته والله من وهل ليش؟ لانه ما في وقت على ان احنا يعني ياخذ الذي ياخذ وقته نقعته من بدري الحين امي دعاء اعطيني خلنا هاي هو نفسه ذي صح؟ اي هذه الماي هو نفسه اللي ايوه هذه هو اوكي اللي هو قلنا اسمه وشو؟ تمر هندي تمر هندي طبعا يحتاج وقت عشان يلين ويصير مثل اللي عندك صح؟ يحتاج وقت ينقع بس اعطيني امي شي خلنا اشيله هذه نشيل منه هذه اللي هو تشيلين البذر اللي داخل أيوة. والقشور والخيوط صافي بس الحين بعطيك انا مهمه فديتك تياودين لي الملاس وخش خلاص في الملاس ان شاء الله في مش خاله كنا لا بس الملاس ما يكفي طبعا بالنسبه حق الدهنه القطريه وام عبد الله اللي اتصلت وتكلمت معانا احنا بنسويها طبعا في حلقه من حلقاتنا فتابعنا وتشوف شلون بالضبط يسوونها معانا ام شهد لا يلا دي خلينا نزيدها الو السلام عليكم عليكم السلام شلونك ام شهد اخباركم انتو شو اخبارك يا ام شهد والله بخير الحمد لله شو اخباركم الحمد لله الله يسلمك يعطيكم العافيه على الطبخات الحلوه الله يعافيك جربتيها جربتي اطباقنا لا للحين هاي عرفتي حلوه من الشكل جربت الليجيمات طلعت معك لا ليش ما طلعت دوائر كامله شفتي هاي مثلي ما طبخت انتي مثلي عاد شو اسوي يا امك ما طلعت دوائر هاي مشكله يمكن ما حطت خميره عادل يمكن ما حطيتي خميره يما لا حطيت خميره فوريه ايه بس ما صارت يمكن ما خليتيها ان شاء الله ترى بنعيدها ان شاء الله للجيمات وتشوفوها بس احب اسال عن الحسو امي تبين؟ لا انا اسوي بس يطلع مر ما يمكن تطبخينه وايد يما يعني الحب يعني؟ ها امي الحب؟ ايوه اي لا تطبخينه امي وايد اي ما اطبخ وايد لا تاخذينه وتنقعينه حبيبتي ايوه بس وتطبخين لها عاد ما ادري تبين فنيال حسو تاخذين فنيالين سكر وماي وتخلينهم يطبخون تحطين لك عود درسين وحبتين هيل لا تكثرين هذه يعني خلي مر بعد شوي درسين وبعدين لان طبخ الماي كتي على الحس وخليه يطبخ واخذي لك شوي طحين امي نافن فيه مع دهن اللي تبينها دهنه قطريه وخذي لك شوي سنوت وبزار اسود فلفل اسود وخلطيه في ماي يكون لك كبتي ما ينقص عليك وصبي على الحسو وصبي مع الدهن وخلطي مع بعض بس وقصري علي يما زيدي دهن عاد احنا نحب الدهن زيدي دهنك طريه هاي حق الوالد زين يما يعطيك العافيه اختي الله يعافيك شكلها شوفي يما اقول لك هذه بيقعد كذي بعدين على العيش بيطلع وايد حلو زين يما كلميني عن السمك اللي تحطونه في المطفي هذاني اقول لك الشنعد امي الشنعد ونحط الشعري الهامور البواليل اللي نسميهم احنا بواليل
يعني شنو؟ مو بالكبار. اي يسمونهم بواليل اللي هيك الكبر بس. يعني كيلو تقريبا. اي هاي يسمونه بالول. ونحط يمه ذاك اللي هو الربيبه بعد حلو يسوون عليها. في اشياء يمك ما ينحط عليها المطفي مثل النيسر. عظامه مثل السكور اللي هو البدح والقرقفون حد يحبه والله. لكن الاحسن شيء اللي هو هالتنعد يعني حلو التنعد فيه ما في عظامه وايد. والعوم هو العوم يتسوى؟ العوم يسوونه دقوقه. شنو هي الدقوقه؟ دقوقه يما دقوقه دقوقه. اهلنا الاولين ياخذون العوم وينظفونه يشيلون روسه ويدقونه وينسفونه يتعبون عليه. وبعدين ياخذون له شفتي هاي الاصبار؟ هذه يحمسون له البصل ويحمسون له هذه كلها وعندك الاصبار تحطينها جد هذه انت دقتها زين مو زين تاخذي له تشفتي تحطينها هذه يسمونها الدقوقه. اذا ويرشونها بالعيش. عيال خلينا نشوف التقرير اللي انت صورتيه وتعلمينا فيه عن العوم. خلينا نشوفه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين أنا جاية أتعرف على العوم والسمك اللي هو المجفف وأعرفكم عليه. تعرفون كلكم إن كان هذي يستخدمون أهلنا الأول عشان كذي الحين جاية أقول لكم عن العوم وعن السمك. أنا الحين في سوق عمان. طبعاً هذي أول كان هالعمان يبون بضاعتهم ويبيعونها فسب ما سوق عمان. بعرفكم على العوم اللي هو عبارة عن سمونها العومة. هي طبعاً بكثرة في البحر فيقومون اللي شافوها وايد كميات كبيرة راح واحد يمين وواحد يسار وحطوا لها دجيج ويبتدون يلونها يسمونها اليلة لين يطلعونها على سيفة البحر ويجففونها. طبعاً يجففونها وبعدين يأخذونها ويعبونها اللي يحطها في الجفران حق المواسم. ناس تستخدمها حق عزكم الله الحيوانات ياخذونها يستخدمونها حق البقر ويحطونها مع البرسيم ويعطونها البقر اللي هي يقولون انها تدر الحليب. فاحنا نستخدمها الاولين يشيلون الروس طبعا وينظفونها ويكسرونها صغار صغار ويحطونها في علب ويحطون شوي معها زعتر. وبعدين اللي يبي ياخذ منها مثلا اليوم ما عنده يدام يقدر يستخدمها يعصر عليها لومي ويحطها مع العيش الابيض وياكلها. هذه بالنسبه حق العوم. وين صرنا الحين؟ شوفي لنا بدا ان شاء الله عيشنا يطبخ بس عطينا الملح. نحط العيش؟ لا نحط الملح قبل. اوكي. عشان بعد نركب فالودتنا. يا جماعة يا ولدي. شخبرت شنعدنا؟ نشوف الحين احب نبي تطبخ بس وبنصيغها ننظرها تطبخ. اي ننظرها لازم تطبخ الاول وبعدين نحط. اي يما شوف بدت ترى. اي ان شاء الله. اللومي يما بطيتيه اليوم ولا لا؟ مبطله مفتوح. إيه مفتوح شوي شوي عشان بس يعطيني ينزل النكهه. اي ينزل النكهه. والحين هني شو نسوي في اللافه؟ بنكت العيش الحين. ايب العيش؟ ايب العيش ان شاء الله. بس ما حطيتي زيت دهن؟ ما حطيتي لا في صالونة. طبعاً العيش منقوع قبلها؟ اي ما بش كثر؟ نقعينه والله من الدرس يمكن ساعة. معانا
انا ابو عبد الله من الريان. الو السلام عليكم. خليني احط عنك. عليك السلام، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يعطيك عافاكم عقوبه ان شاء الله. بغينا نسال بس عشان الهديه بس. معاكم خالد. انا خالد. شلونك يا خالد؟ الله يطول عمرك يبا، الله يسلمك. الله يعطيك العافيه، ما قصرتي. الله يسلمك، طول عمركم. اللي بسألك، شفت العيش على القدر ما شاء الله، يعني بخصوص الهريس، يعني شلون الهريس يبا، يعني تبي شلون طريقته؟ اي الطريقه يبا، انت تشوف احسن هريس يكون هريس هالقطر، لا يقولون لي بعد كذي ولا كذي، احسن يعني هريس، حب هريس اخذ يبا الهريس القطري، واخذه يبا وخذ له لحم بقر. ما يصلح الا مع لحم غنم، ما يصلح الا مع. والله شوف، تبي انت تبي الاحسن لحم خرفان، تبي الاحسن يبا اللي هو لحم بقر، تبي يبا يصير على ورج، يصير على ظهر، يصير على الرقبه، كله يصير. لكن يبا اللي بغيت حط اللحم كيلو ونص، وحط حب الهريس كيلو. الله يعطيك العافيه. اي بس امانه يبا، كان بتسوي هريس تبي زين، خذ هريس القطري يبا، انا اقول لك. خلاص نشوف توصيتك ام خالد، ندعيلك ان شاء الله. الله يطول عمرك يبا، الله يسلمك. الله يطول عمرك. شاكرين لك تواصلك معانا. طبخ. هايمه؟ مطبخ؟ شفتي يوم فتحته يطبخ ما ادري يقص علينا؟ شويه. اوكي ياخذ اللي لا يزعل علينا. اجهز السمك هني زين على ما يبي، ونبتدي في الفالوده مثلا. اي ما خلنا نبتدي في الفالوده. معانا زايد. الو السلام عليكم. خلنا نبتدي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ابي اسال عن طريق الشعري. على وشو؟ عن طريقة الشعري، شلونك الشعري؟ عن طريقة الشعري معاكم خالد. ايش تبي يبا، مقلي، مشوي، مفقوعته، مكبوس؟ مشوي يبا؟ مشوي يبا، ما يبي شيء في ديته، كم لحم؟ ولا بغيت بعد يعني يطلع تفنن فيه، خذ لك البصل وخذ اللومي واللومي الاسود وحش بطنه يبا بس ابدا، وكركم زين ما زين، ولف بالسلفر وقطه في ذا اليمر الزين على خموده ترى. قطع الخط مو مشكله. الحين هذه مي اعطيني اياها عشان نحط فيها الفالوده. ما تبين السمك؟ بلا، خلي السمك يطبخ شوي في ديتك. طبعا هاي السمك انت قليته من قبل، لونه كان عليه كركم وايد صح؟ لا زين قليته حطيته، بس اعطيني الحين امي الفالوده. اكي هناك الفالوده مو بالحليب. اي لا الفالوده. هذه الفالوده؟ هذه الفالوده، هاي اللي قلت لك عباره هم يسمونها قش. كانها بلاستيك. اي هي ترى عباره عن عشب بحري ترى. اي للعلم يعني. اليوم احنا عندنا اكل سمك، حبينا نسوي الفالوده. يعني تناكل كذي ولا لا؟ لا هي ياكلونها مش بارده وفيها الوان. صبي عليها ميها بس ما ان شاء الله. مي احط عليها؟ اي مي بس لا تكثرين. معنا ام محمد من المطار. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا فيك يا ام محمد. شلونك عساك طيبه؟ الله يسلمك. والله مشكورين على هالبرنامج الحلو والاكلات الحلوه، وسلم ام خالد على هالاكل الزين اللي تسوي. والله الله يسلمك. الله يسلمك. بس بغيت اسالها سؤال عن الربيان. يمي امر الربيان اليابس شلون يسوون الدقوقه؟ الربيان اليابس نفس الشيء ترى يما، تاخذينه وهو يابس، اول تنظفينه اللي بغيتي ما تتعبين، تنظفينه على القشور وهو يابس، وبعدين امي تاخذينه وتدقينه. ايوه بس قصدي الاصبع، يعني اسوي ثقيل ولا خفيف؟ اشوفي هو الاصبع كل ما كان ثقيل كل ما ياك احلى. اي يمي صبي مي. مشكوره حبيبه قلبي. الله يسلمك. والله بالصحه والعافيه والقوه ان شاء الله. الله يسلمك. مشكوره على اللي جنبك واللي كلمتني. الله يطول على هالبرنامج الحلو. الله يطول عمرك. اللي كلمتك الله يعطيك العافيه. الله يسلمك حبيبتي، مع السلامه. خلنا نحط سمكنا. طبخ. عشان ما تقولين لي. ايوه حطي سمكنا مي واحده واحده ولا بدنا انزله انا؟ لا واحده، خلنا نحط واحده عشان ما يتنطر. لينا كذي حطينا السمك، كثر يبي له يطبخ؟ يبي له شويه بس.
عشان يشرب السمك المرقة هذه المطفية بس وخلاص. إن شاء الله إن شاء الله. إذا وصلنا للفاصل أعزائي ونرجع لكم ونكمل معاكم مطفي السمك. رجعنا لكم ومكملين معاكم مطفي العيش، مطفي العيش، مطفي السمك والعيش والفالوده. بعد ما صارت من قبل مطفي العيش. هاي اكله جديده يما. انزين الحين الفالوده انا بس ننطرها تذوب الخيوط هاي يما بس أي. وبنحط عليها الحليب وبنحط عليها شوي مي ورد والسكر ومي بس خلاص هاي فالودتنا. سهلة والله. سهلة الأولين ترى ما يحطون يسوونها كذي بس ماي والألوان بس الأولين يعني شفافة يعني الإيل أصح إنه يحطون فيها زعفران عشان ما يأخذون الألوان الصناعية لأنها مضرة الصراحة الصناعية لكن الأولين بروحهم ما شاء الله عليهم يحطون الزعفران ويبدأ نشزينها يأكلونها. بعد غير الزعفران شنو ممكن يلونون فيه؟ بس الأولين ما عارف يا أمك إلا الزعفران والماي الورد. أكيد ذابت شنو؟ إيه خلاص ذابت هي خلاص بس أعطينا الحليبة. بس معنا نورة من الريان. ألو السلام عليكم. ألو هلا السلام عليكم. هلا فيك أختي نورة تفضلي معاكم خالد. أختي نورة قطع الاتصال. ترسي إذا كان أترسي كله ترسي هنا. هاي الحليب الفريش صح؟ اي هاي حليب فريش تقريبا ترى كوبين ما قلنا لهم كوبين كوبين اي قلاصين هو الكبار وهذه نص قلاص عشان ما تصير يابسه. بعد احط ولا خلاص؟ لا بس يما بس اعطينا السكر. السكر واللي هو طبعا الله الحين صار شكلها فعلا فعلا يعني لذيذة. بعد بعيشنا بعد يبقى بدأ يطبخ السكر عاد على حسب الرغبة اللي أنتوا تبونها يعني اللي يحب حالي بزيادة يحب حالي مثل ما قلت لكم أنا أول واللي يحبه يمك متوسط واللي يحبه هذه زين أمي برزي ملولنا برز ملول إيه إن شاء الله. في طماطة هني ما لها يعني ما لها أي وظيفة؟ لا لها فعليك لها وظيفة. ما عندنا شيء في المطبخ ما له وظيفة صح؟ هي لازم إن وظيفته بس أنتظر هذه بس بقصها أربع إن شاء الله. أيوة حطي الملونات فيها مي بس احط من كل لون قفشة صغيرة اي حبيبتي عشان ما يصير وانا بس باقص هذه عشان اراوي بناتنا. اذا هاي الملونات ما فيها خطر؟ بلا والله فيها يعني فيها كثرتها يعني اي يعني فيها فيها يعني ما ننصح بها احنا لكنها يعني مو دائما الواحد انه يستخدمها، يعني يستخدمها اذا عنده الوان طبيعيه مثل الزعفران حلو. شفتي دعاء؟ شفتي الطماطه الحين شلون؟ حطيتي الطماطه قطعتي اربع قطعتها اي بس حطيتها. على اخر شيء على اساس انها تتم جامده؟ اي تكون جامده واحنا نحطها. حطيها شوي مي، خضر لا تكثرين. وي وايد. اشيل منه؟ اي اي. شيلي منه عشان ما يبيب لا تشله. ايش فيها؟ ايش صار معنا في العيش؟ معانا ابو عبد الله من الدوحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدال نسال كيف تسوي الصالونه الدجاج او اللحم؟ مقيمين هنا ونحب هذه الصالونه القطريه فكيف تسووها؟ ابو عبد الله انت من وين؟ من الدوحه. من الدوحه وتبي تعرف الصالونه اي صالونه؟ صالونه الدجاج او اللحم مع العيش الابيض.
صالونة الدي اي او اللحم. معاكم خالد بتشرح لك الصالونة شلون. التليفون بسمع من التلفزيون. يعطيك العافية. تبى تشوف تبي صالونة اذا الدجاج بتقصص البصل، تقصص الديايتك 4 انصاف، وبتحمس البصل يعني اللي بتحمرون البصل، وبعدين بتاخذ عليه الثوم، وبعدين بتقصص الخضار اللي هي باذنجان وبطاطس وباميه وجزر واللي تبيها انت من الخضار اللي انت تحبها. بعدين باللي صار عندك البصل حمر مع الدجاج تحط الثوم، بتحط البهارات اللي عندك. طبعا احنا بهاراتنا هنا عندنا الابزار، انتوا بهاراتكم ما عرف يعني شنو هي. فبعدين بتكت تحط عليه الكزبره الخضراء، تحط الكزبره الخضراء، وبعدين يبقى بتحط الماي اللي انت تبيه. اذا تبيها جامده لا تكثر ماي، واذا تبيها يعني مياهيه مثل ما نقول احنا تحط لك ماي اللي يكفيه، يعني 3 قلاصات 4 قلاصات اكواب اللي هي من الكبار. طبعا ابو عبد الله تابعنا، احنا بنحط بنسوي صالونه الدياي، او بنسوي صالونه الدياي عندنا، وعندنا صالونه لحم خففته. اي بس بس امي عندك هني ملات القفشاتنا والشب ما القفشه، امي قفشه كبيره غزيره اللي هي غزيره. يلا شو اخبار عيشنا؟ اي بدا ايش خللتش خلاص؟ أشوفها. شلون نعرف إن استوى؟ أنا اللي سويته أشوف فيه خطوط ساعات. شوفيها. خلاص الحين حبيت. يعني تفعصينها. إيه. خلاص حبيتها الحين، وبعد ترى حق الصالونة اللي صار شوي لي. بس لحظة بقول لك شيء. إيه. بما إني أوقف في المطبخ. إيه. وأعاني من هالمشكلة، يكون في خطوط مو بأنطر هاي الخطوط تروح؟ لا. لا. إذا تبين حق صالونة خلي شوي أي لك المل، إذا تبين برياني لا خلي شوي أي بس. خلاص أمي. شخلي. معنا اتصال من دبي. السلام عليكم. معنا مهند. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخبارك؟ مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك. هلا فيك حبيبتي. الله يحييك. بغيت أكلم أم خالد. يا مرحبا. معاك أم خالد. حياك الله الوالدة، شخبارك؟ الله يسلمك. حيا الله هالإمارات. حيا الله حبايبنا. مشكورة حبيبتي على البرنامج، ما تقصرين. الله يسلمك أمي. الله يخليك الوالدة. بس بغيت أسأل عن الخنفروش الملول اللي يكون فيه مفلطح، يا دائري مفلطح. الأوليين بعد إذا بتطلعي أمي خنفروش الأول يسوونه على طحين عيش. الحين طحين العيش يتناعم ما أعرف كيف. إي إذا أنت ترى طحين العيش أمي ترى بعد يشرب دهن. اي طحين العيش تبين الاولين قللي الدهنه، اذا تبين نفلطح لا تخلين الدهنه وايد في الطابي عشان ما يصير مثل القيمات ينتفخ. يعني خلي الزيت في الطابي قليل يعني قليل جدا. كلش قليل قليل ان شاء الله. مشكوره الوالده ما تقصرين. الله يسلمك امي الله يعافيك. طبعا يعطيها العافيه ام مهند. انا مشغوله هني مع العيش. خلني انا اقصر عليه. وهاي العيش وش اخلنا؟ حطيتيه في الجدر؟ وي بس انتبهي يما ان شاء الله انه على اساس شويه ماي نزل مني. اي نحط عيشنا. تراجعينا مرة ثانية؟ اي يمه عشان نحطه يسكر. اشوف ما تحطين عليه دهنة ولا تحطين بس عليه شوية مو بلازم يعني على الصالونة. اعطينا الحين شوي دهينة عندك. اكي اكي وراك. اعطينا الملاص امي. يعني قصدك تقصدين الدهن هذه ولا الدهن اللي شوي زيت بس حق اللمعه على ما يقولون. وين احطه؟ شوي بس فوق رشي امي. شو ترشينه؟ عشان ما احط وايد زياده ولا. ها يعني شفتي ماما كنت بسوي هالحركه انا. يلا. يا دمه. ما نحط زبده احلى؟ بعد اللي حصلت الزبده احلى الزبده بس اذا تحطين مكبوس شيلوني وما قلي ايه هاي حلوه لها الزبده. في ناس يحطون انا يوم شفت الطماطه مساء فكرتك بتحطينها في العيش. العيش اذا بتاكلينه مع سمك حلو تاكلينه تحطين معاه طماطه اي حلوه. معانا ام علي في اتصال. الو السلام عليكم.
انقطع الاتصال. الحين نحط ننشب يما جذورنا ولا شلون؟ اي خلاص المي حيل خلصنا؟ بس بقلنا شوي العيش نعطي شوي فترة بس نوطي عليه ونخليه. اي ونخليه. وهذا خلاص؟ كل ما طبخ بعد احسن. الله شوفي امي الحين الطماطلي حطيتيه على العيش بيطلع منظرها حلو. تحطين البصل، تحطين اللومي، تشوفي الفلفل. الله بهالشكل ان شاء الله يكونون تكون اللي اتصلت امس تسال عنا. اي ان شاء الله شفتها اليوم. اليوم بسم الله الرحمن. زين اجيب الحين يبي يصحن امي بس. هاي الصحن؟ ايمه. ويبي اللي مجهزين احنا لهم عشان نحط عليه الفستق. وانا باشي ابان شبك. بس خليه شوي. في الثلاجة مي. هذه وين نحطها؟ في الثلاجة هذه خليه. في الثلاجة مي. طبعا في فالودة انت مجهزتها صح من قبل في الثلاجة؟ اي عشان نزينها. جامدة بعد. على ذي اللان الفستق الحين بيدك الحلوه. انتم ما لحين هاي التزيين عليكم انتم مو بايه. ايه. احنا خلونا حق ما الاول الاكلات الشعبيه. وهاي الفستق حطيناه. اي هل عيشنا شوي تسبك. احنا نقول يترسع. وشو يما؟ احنا نقول يترسع. حط الحديده الحديده اللي هي الرسايه. خلنا يقولون حط الحديده عشان يترسى العيش. يترسى يعني مثل يعني يركب او والله كلمه قالوها اهلنا وبس وخذنا عليها. شوف العيش. يلا الله نقصه طماطه حب نحطها لا تحطين. زين هاي العيش الصالونه بتحطينها بهالقفشه ولا اجيب لك غيرها؟ يبيها بس بهالقفشه. نبي نرشها نبند عليها. ايه بنتي عليها. هذه هذه اطفي عليه كله؟ اطفي عليه. وانا البادية يما صغيرة اكي هذه حبيبتي عشان نصبها فيها يشوفون الناس شلون صالوناتنا. احركي يما شوي خلنا شو اسمه؟ بنتها. اي لا مو بهاي صبعي بس. اوكي. مو بهذه امي اعطيني الباديه. هذه مالت هذيك لامي اللي هناك. وين اي وحده؟ الباديه اللي كانها مالت الفريد. كانها مالت الثريد؟ اي العوده هذه الكبيره؟ هذه امي. هذه؟ اي امي. اي بسبعها. بس خلاص خليها عيال. ايه
الليمون الأسود يلا بتصبينها هني يمه ولا حيمه هذه اطباقنا اللي شكلها بصراحه يفتح النفس الله يمه خلاص لا تزيدين لان انا يعني باخذها البيت حجزتها خلاص خلينا نصب هذه هنا الله يما على هالطبق اللي يعني حتى يصلح حق الغبقة صح؟ ها؟ من أطباق الغبقات صح؟ ها؟ الناس تسويها في الغبقات إيه في الغبقات حلوة تفتح النفس بصراحة ويعطيك العافية كل يوم تسوي لنا طبق أحلى من اليوم اللي قبله الله يسلمك الله يخليك لنا يا رب ويعطيك العافية وإن شاء الله باكر نتابع معاكم أكلات أم خالد اللي كل يوم أحلى من الثانية Thank you.